مؤسسة الشريف الإدريسي كما يعرف الكل هي مؤسسة تربوية مواطنة، ومن طبيعة الحال راه النتائج ديالها لحقات منذ التأسيس ديالها كيبرهن على ذلك. ولكن في الظرفية الحالية من طبيعة الحال كباقي المؤسسات هي ضرات من خلال بعض التدخلات بعض العناصر اللي كانت النية ديالها هم الإساءة للمؤسسة بكثرة ماشي إلى حاولوا بجميع الوسائل بالتحريض بالسب بالشتم، ولكن تتبقى واحد الفئة اللي هي تتشكل أكثر من 90% كانت مساندة لنا. منذ الحجر الصحي اللي تفرض علينا قامت المؤسسة بعدة جهود وقدمت واحد المنصة للدراسة عن بعد وعطت نتائج إيجابية، وهذا بشهادة جميع الفاعلين التربويين داخل المديرية الإقليمية للبرنوسي ولا حتى على مستوى الجهات الدار البيضاء الكبرى، بحيث أنه كما صرحت من قبل منذ الحجر الصحي جميع التلاميذ بدون استثناء استفدوا من هذه الدروس، وكان واحد البرنامج مكثف إلى درجة أن مجموعة ديال الناس استغربوا كيفاش وصلنا لهذا المستوى الحالي. ولكن رغم ذلك تتبقى هناك من اللي بدات ظهرت بعض المؤسسات وبعض الآباء كيحتجوا، ناض واحد الفئة خلقت البلبلة داخل المؤسسة ما أثر سلبا على الجانب التربوي داخل المؤسسة، ودخلنا في النقاشات مع الآباء. ومطبيعة الحال كما تعرفوا بأن المؤسسة دائما كانت هي مؤسسة مواطنة والكل يشهد لها بذلك، استقبلنا مجموعة ديال الآباء وتم تسوية الوضعية ديالهم إما بالإعفاء الجزئي أو الإعفاء الكلي أو بإعادة الجدولة. ولكن واحد الفئة اللي كنقول لك بتحريض وبتقطير، أنا تقول لكم تقطير مبرر يعني ممنهج، أساء للمؤسسة وحرض الآباء على عدم الأداء مما أثر على الجانب المقاولاتي ديال المؤسسة. احنا ما كنذكروش لأن مؤسسة تربوية، ولكن ما نساوش بأنه الجانب المقاولاتي تا هو وقت تيكون المؤسسة ولا ما كانش النجاح ديالها ولا ما كانش واحد التوازن ما هو تربوي وما هو مقاولتي راه ما يمكنش تزيد القدام. كنظن بأنني حاولت باش نعطيكم واحد النظرة، ونخلي الرأي العام يحكم، ونشكر نوجه الشكر لساكنة البرنوسي ولولاد البرنوسي وبنات البرنوسي بحكم الانتماء ديالنا لهذه المنطقة. وتنشكرك ديالك أسرة الشريف الإدريسي اللي ساهمت، تنقول ساهمت في كوفيد-19 وساهمت في ديك المساهمات المحلية، يعني هذا الشيء كله بالفضل ديال هذه الأسرة اللي دعمتنا وما زالت كتدعمنا. شكرا، ونتمنى بأن نكون وصلت الميساج